إذن مشاهدينا متابعي قناة فاس بريس، أهلا ومرحبا مرة أخرى. وإلى بمنطقة مفتوح كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يا ربي السلامة العافية، مازال شاعلة مازال قادية، والناس الحومة ولاد الحومة وأبناء الحي كتشوفوا، ورجال الوقاية المدنية ولا القوات المساعدة ولا الشرطة يعني مازالين كيصارعوا من أجل إخماد هذا الحريق. كيسمعنا أنهم على حسب ما خدينا المباشر الأول أن كاين وفيات وكاين مصابين هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنحاولوا ما امكن اننا غيرنا المكان باش شو هول الفاجعه، فاجعه الله يستر العافيه اكثر من القياس، لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمناو صادقين كنتمناو صادقين بالرحمه والمغفره للناس اللي ماتوا، الشهداء اللي ماتوا، والله يشافي اللي تقاسوا، والله ينجي هاد الشباب اللي كي يعاونوا. هكا كتشوفوا حتى السطوحه جايبين تيويات من السطوح من سطح لسطح باش كيعاونوا، تيويات الروبينيات باش كيحاولوا ما امكن انهم حتى هما يساعدوا بالقليل وبالكثير. كي كتشوفوا ان جا الوقايه المدنيه، شفنا في المباشر الاخر ان سياره الاسعاف نقلت احد المصابين، على حسب الاقوال ديال الناس اللي هنايا قالوا لنا ان كانوا وفيات. مشاهدينا الكرام، مازال مجهودات، الكمية هو تعمر بالموجة، مازال مجهودات من أجل إخماد الحار باش تطفى هذه العافية، مازال مجهودات كبيرة. السلام عليكم الشريف، حضرتي في العافية باش كتبدات؟ في الأول تعطلوا البومبية، تعطلوا البومبية شي شوية، تعطلوا بزاف ماشي شويش، قالوا لي من العصر من العصر يبدا، ما العصر ولكن تعطلت 8 ساعات ما كاين عاد جاو البومبية تعطلوا. الناس تشهدوا بشهادة الحق، ماشي غادي ننادي كي كانت البومبية في الأول، كان ما بقاش الكارثة هذه. واحد السيد فاش كنت في المباشر الاول قال لي ان دخلوه هما بعد طفاوها في الاول وطفات، ولكن في التالي هما غفلوا عليها وعاوتاني ويرجع هذيك ما شفتهاش انا، ما شفتهاش لا ما حضرش عليها المعطيات. ان واحد السيد تعطلوا لنا تعطلوا حول ما امكن. معنا احد الاصدقاء، معنا احد الاصدقاء هنا في السطح. حضرتي في شنو كان شنو وقع في الاول؟ اخويا عطيني واحد دقيقه اخويا، كنت انا جالس في القهوه. المهم تتفاصلوا انا من هنا من مدينه فاس، في هذا ساكن في عقبه الصحيميه، كنت جالس في القهوه، جاو الدراري قالوا لي فوالا راه الحومه شاعله فيها العافيه. فاش طلعت لقيت العافيه شاعله في هذه القيصريه هذه، وقبل ما يسوق العافيه كنت انا ساكن انا ناعس في الدار كنسمع بعض الاشغال مع جويج جوج ولا ثلاثه هكا، فهمتي؟ بعض الاشغال في هذه القيصريه، واش سودور واش كيحفر واش، المهم العلم لله. كنظن داك الشيء عليه طلع عليه هذا الحريق هذا. عندك شكوك ان هذيك ربما هذيك الاشغال كانت سبب في هذا الشيء؟ سبب في هذا الشيء اخويا، وسيرتو هذاك الاشغال هي اللي دارت هذا الاندلاع الحريق 100%. لحقاش دابا شفت الحريقه في قلب القيصريه؟ في قلب القيصريه، لان تما كان السودور على ما كنظن كيقولوا بان مول السودور. القيصريه شنو فيها بالضبط؟ واش عقول فيها حوايج، فيها محالات، كاين تما طبيب، كاين الدكتور الضباغ، كاين دونتيست، كاين بزاف الحوايج، وكاين ديبوات، كاين معمل الخياطه تمايا. يعني هذا الشيء هذا الشيء كله قبل الحريق، هذاك الشيء اللي صار في كلها. اييه هذا الشيء اللي كاين. ورغم ذلك عيطوا للناس للوقايه المدنيه، جات الوقايه المدنيه، لكن الغريب في الامر هو ان الوقايه المدنيه تعطلت وجات البومبيه خاويه ما فيهاش جوج طوند الماء، ولاو عيطوا لوحده اخرى. فاش مشينا هضرنا مع السيد قال لك اخويا الغالب الله انا ما عندي ما ندير لهم، انا خدام واحد من رجال الوقايه المدنيه. واخا شفنا دابا حاولوا ما امكن خرجوا من السياق ديال الوقايه المدنيه، شفنا ولاد الحومه
ولاد الحومه تبارك الله. ولاد الحومه شفنا المنطقه. شوف شوف اخويا من غير ولاد الحومه والشعب المغربي وولاد مدينه فاس راه يعني بدونهم ما كاينه حتى شي حاجه. راه ولاد الحومه هم راه ولاد الحومه هما اللي نقدوا الناس. ماشي سهل هادشي، ماشي سهل هادشي، راه ماشي سهل. ولاد الحومه راه هما اللي نقدوا الناس. الشباب شوفوا الشباب فين محشيين. وراه ولاد الحومه هما اللي خرجوا عباد الله من تمايا، راه خرجوا شي 4 ولا 5 ديال العيالات. ها انتم كتشوفوا عباد الله، يعني هما اللي هما اللي داروا هادشي، هما وراه مازال العافيه شاعله. راه هادشي بدات هادي شي 4 سوايع ولا 5 ومازال ما عادش تطفى. دابا الا ما جاتش البومبيه وجات الوقايه المدنيه بكامل بكامل القوه ديالها راه ما عادش تطفى. جابوا الكاميون الكبير. علاش؟ لان راه كاميون اخر حتى هو جاي، يعني دابا راه كاين السد الكاميونات. دابا راه كاين بلاستيك تما شريف، راه كاين بيجامه، كاينين فميكات، كاين بزاف د الحوايج، يعني كاين معامل الخياطه راه مرونه تمايا. يعني هادشي كله كيتشعل مع الصهد، مع الصهد، مع العافيه نديلها على الحريق. وهادشي اللي كاين، وكنطلبوا من السلطات المحليه تبقى تدخل شويه في هاد صحاب المعامل ديال الخياطه. ماشي غير يجي ودير معمل الخياطه، راه خص تكون شويه ديال قوانين صارمه في حقهم هادو. واخا ما غاديش نحاولوا ان يكون فرع السدور هو السبب في مدير عاد الحريق. هادشي اللي كاين اختي، كيقولوا بان السدور هو في سبب مدير عاد الحريق. علاش؟ انا ساكن هنايا، فاش دخلت مع الجوج كانوا شي كان الصوت ديال صحاب السدور. فهمتيني؟ على ما كنظر كيقولوا بان السدور هو سبب هادشي. واخا هادشي اللي كاين العزيز، كنشوفوا ان هنا الزنق وكاين هنا المعامل. خويا بعدا اول حاجه كما انت تفهم السؤال ديالي، علاش ما يكونش ديبو د وقايه المدنيه؟ خويا بعدا اصلا هذا خويا اسمح لي نقول لك، بعدا مول هذا الزنك هذا دير هذا الشيء عشوائي. هذا الشيء عشوائي، راه انا ساكن هنا وحنا وقفناه باش ما يكملش هذا الشيء ديال الزنك، لان هذه ماشي بلاده. وكيقول لك بانه ديك المره هضرنا معاه، قال لك فاش راني داخل معاهم في المحكمه، قال لك بانه كان يتعطي المحكمه الورد يبني العواد الله يسدها علينا. هذا راه عشوائي داير هذا الشيء، وهذه ارض مستوليه ليها، مازال اصحاب الارض ما عاطينو باش يدير هذا الشيء. دابا قلنا على حساب هذا الشيء راه عشوائي. الشريف قال لك واخا، نرجعوا لعند الشريف، نرجعوا لعند الشريف. واش كان هنايا فعلا كان هنا ديبو ديال ولا مقر ديال الوقايه المدنيه؟ كان لها، كان لها تقاوس، تقاوس لها. وحيدوا، ما عرفتش شحال الناس الوقايه المدنيه. حيدوا المسؤولين، المسؤولين كانوا دايرين هذاك ديال الوقايه المدنيه، كانوا جوج، كانت وحده حدا باب الدائره وحده في التقويصه. مي جات الدوله فاش كانوا كيصبوا ذاك الترميم وذاك التخربيق زولوهم. لا هذه ديال باب الدائره ما كاينش. يعني كان القرب ديال هذا الشيء ما يكونش هذا الشيء. يعني البادله كتكون في الاول، في الاول يرحم والدي. العافيه ما وصلتش حتى لهاد بطبيعه الحال اختي، هادشي اللي كاين. هادي معلومات كيشي مشاهدينا الكرام عند الساكنه اللي احنا في السطح ديالهم، اللي كنحاولوا ما امكن ان نقربكم بالصوت والصوره مشاهدينا الكرام. شكرا اخي، حاولنا مشاهدينا الكرام ان نقربكم بعد المعطيات، بعد معطيات ديال اسباب الحريق اللي قالوا الله اعلم. بطبيعه الحال كان حنا قوسوا علامه استفهام، قال لك ان شي سدور كان شي اصلاحات سمعوها هما مع الجوج، وقال لك ان ربما يكون هذاك هو السبب في اندلاع هذه العافيه. هذه مازال مجهودات، راه سته تقريبا ديال هذا البومبيات اللي جا خواو ولاو مشاو ولاو عاد جاو. دابا راه داخله شو تبارك الله، كاين بزاف راه زعما كاين المجهودات جباره قاموا بها السلطات المحليه والوقايه المدنيه. راه زعما كنشوفوا الشباب ولا الصوب، يعني كاين واحد الشباب ديال بافيا قاموا بمجهودات جباره، كنحاول ما امكن. وراه تبارك الله داروا شي مجهودات. شوف حتى تما كاين العافيه. راه مازال شاعل قبال تكرافي، ومازال شاعل هافي هنا في هذه البلاصه. هذه شاعله هافي وشاعله رافي القبال تكرافي. شاعل هادشي فين؟ بلاصه شاعله كيبان العافيه. فهاد الشرجم هذا، هذا شاعل وهذا كراه حتى هو شاعل. راه كتخلط تطفى وتولي كتولي تشعل. اش كيقيسوها بالماء كتطفى. وكتولي الناس كيعطيوهم قرع عيد ما يشربوا. صراحه الدراري صراحه الدراري ديال قاموا بمجهودات جباره. لا صراحه انه كاينين الاسواد ديال النيلو، لان العافيه كاين اسواد النيلو، كاين حتى الخيط، كاين بزاف كيتكرر.
كاين غير ثوب الخيط. لا كاين النيل وكاين البوليستير كاين بزاف ديال الاخوان كنحاول معهم كنوصلوا رسالات مشفره. العيد الكبير هو جاي، كنديروا الفخر، كنديروا العافيه في الديور معنا، نحاولوا ما امكن. هذا للعبره، السلامه هي الشيء، العافيه راها صعيبه، حاولوا ما امكن اننا نتجنبوا المسائل اللي كتشعل العافيه بزاف. كيشتيوا ان هادو معامل هنايا، هنا ما عرفناش الحصيله ديال الوفيات، حيت انا وحنا مازال ما عارفين الحصيله ديال الوفيات. مازال مقطوع. جيتي هنا؟ قتل القلوب زعما لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. كامل ومع القوة درت القوة شي واحد من لهيه. اه راه هو القوة تمايا. قال لك كاين شي واحد، الله اعلم، نحاول ما امكن نشوفو. قال لك على حسب المعطيات اللي وصلتنا ان لقاو شي واحد تما، نحاول ما امكن نوصل لكم المعطيات. بعد منا هلا انا غنى عليه راني حمادة. هذا
متكي على الضوء باش ما تيقاش. العافيه مازال شاعله مازال شاعله هي مازال ما شافك في الضرب نسد لها لي عيطوا للطياره عيطوا للطياره ومصلحه سريعه عيطوا للطياره مازال قضيه بالسلامه تما كاملات يا ربي السلامه يا ربي السلامه بوليستيك ماشي بوليستيك الدراري مساكن نشوفهم كيرمان كاتب بيجامه هذاك الشيء اللي كان بوليستير هو اللي صعيب كاي مسكين هذا الصباح هو بديك التيوب بديك القنيت هذا ولا هما بغاوش يطلقوا له الماء هذا هو مسكين هذا راجل المقابله هذا مسكين منين جينا هو بالتيود بالتيود من دارو كي وهاد وليدات تاهما الله يحفظهم واحد راه فين هو تحت الظلام دعواتكم مشاهدينا دعواتكم نعم كيقولوا ان كاين ضحايا ودابا راه كيقولوا انه لقاو شي واحد واش حي ولا ما حيش الله اعلم ياك
هما كيحاولوا ما امكن راهم لهيه بالضواو. لا جو قالها له قالو كيقولها له سمعت من هنا كيقولها له. هذا احسن مشكل اللي كاينه هي ان العافيه شفتها لتحت ما شفتهاش تحت تحت افضل لتحت عاوتاني شوف شوف هو فاير ما تشوفش لا 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 راه ما بغاتش تخسر هي ما حد كيما حد هاني ديال هاني هذاك كتسمع عندنا نص العافيه ديال الله ينجي الجميع الله يحفظ الجميع. Gracias.